شي دعم قديم تكون محتاج شهر قصدي اسف. نو قديم شهر السلام عليكم، شحالكم ياك لباس ياك الخير؟ منين الناس منين الناس؟ اهلا واخيرا بك. السلام عليكم. كنت نختار نتكلم عن المنشور اللي طلعته قبل واللي طلبت من ياسرين على انهم يطلعوه. كنت نختار نتكلم عنه بشكل اوضح، ياك توضح لهم الصوره وياك يوضح لهم اللي نتكلم عنه. بركم في لا شر واجج ان شاء الله يقولوا اكثر من ذا حتى ياك يسموا اللي نقول كامل، لاني نختار اللي نقول اللي يوصل لياسر من الناس. بالتالي دونك الين نتكلم فيه دارك ما في ياسر من الناس لا يموت ياسر. دونك انا ما نبقي نختار لا تسمع الناس كاملة. الين حمزة مرحبا وسهلا. يا وني بك شريف. واخيرت بيك يا حبيب. اهلا شريف مرحبا بيك واخيرت. وني بيك شيخ عبد الله. يلا زيدوا 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 ياكم نقول لكم اللي نقول لكم، لانه ياسرين ياسرين طلعوا لي الشور الخاص ياك يستفسروا عن المشكله شنو، وياسرين قالوا انهم ما وضحت لهم المشكله بشكل كبار. بالتالي اعتقد انه كوم سايدور يوضح اكثر. اهلا بك عزيزي كادي، اهلا وني بك مرحبا، يعطيك الصحه ان شاء الله. خياتوني مقلع لي يقود المسؤولين عن مشروع مستقبلي هون متابعين البثينين يسمعوا به اللي والله نختار توصلهم المشكلة ويفهموا حجم المعاناة أو حجم المشكلة اللي نتكلم عنها. يا وني من التزيدان مرحبا وني وخيرت بيك نور، يعطيك الصحة. أهلين وني بيك، اهلين يعطيكم الصحة مرحبا وسهلا. يا وني اهلين اهلين بكم. القصة لانه نحن طبعا راكم اللي ندخل بالقصة بشكل ذاك واها، لاني كيف قلت لكم نختار يقول عندي هون متابع البث اكبر عدد ممكن، اياك توصل يوصل اللي نقول وياك يفهم اللي نتكلم عنه. يا غير بعد مبدئيا اللي نقول لكم لانه والله يا كيفاش نقولها لكم، الناس متضرة حتى بشكل كبير وعندها وعن من 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 ذا التأخر اللي خلق بمبالغ مشروع مستقبلي اللي كانت لي تنقبع. هذا أولا. ثانيا ذي القصة اللي خلقت قصة نقيس الفضاء كانت دون التوقعات حتى، لأنه هو أصلا قاع نحن في البداية عند طروحنا قالنا لأن أقل سقف له إليه يمولوا به المشاريع 1,500,000، والكارثة لأن أعلى سقف ضركت فيها ما يلحق 1,500,000، دي هي المشكلة. هو في البداية قال لأنه أعلى سقف لا يقود 5,000,000 وأقلها لا يقود 1,500,000، فجأة تمويل راه هو السقف الأعلى بين 1,100,000 وشوي
انا قاع ما سمعت حد عنده مليون و200، سمعت اللي عند مليون و100 وشو 80، مليون و100 وشو 90، مليون و30، مليون باطيه هسه، معناه ان ذي فعلا كارثه حقيقيه. ودونك كون وحدين يمشوا يعدلوا دراسه لمشاريعهم ويتأبوا فيهم وتقول عندهم رؤية واضحة اللي واحلين فيه ويعطوكم مشروع ذكوة واضح فيه مبلغ معين فيه كل شيء مطروح وحده، لين نشري كذا ولين نشري قازية لين نشري كذا لين نشري كذا، كل شيء مديول السعر اللي في السوق ومطروح ذكوة مبلغ لهذا تم، وينقال لك اوكي تم اختيارك ولا هي وافقة لهذا ولا هي وعدل لك، تم فجأة ان يراهم انت جاب المبلغ دون ذي فعلا كارثة. لانه هو اما جاء من البدايه يقولوا لي ذا المشروع نحن ما عندنا دوشي، ما نقدو نقطوه والله ما نقدو نساعدوا فيه، والله لا تقبلوا يا غير كونكم تقبلوا هذه الناس اللي مسيكين هذيك ياسر منها تضرر كثير، لانه معدل دراسه لمشروع معين الحق مليون و500 مليونين درت ملايين اربع يتم يراه هو مطروح بين مليون وشوي مليون و100 مليون وشوي مو مهم، وذي في إذن خسارة من بداية قاعقوله لا هنا يجب نعطوكم إلا مليون مليون وشوي، راهي الناس تقول بانية مشاريع هذا الأساس يغير ما نقول جاك طارحة لكم تاقض فيها كل شيء واضح لين نشري كذا لين نشري كذا لين نشري كذا سأل كذا، وتقعدوا معايا تقعدوا معايا لجنة محترمة وترقدي معايا الأسئلة وترقدي معايا كل شيء وتعرف لأن هي الأسئلة اللي بالسوق، وتوقع تقول لي نوقع لو كونترا يقتضي اني لين اقبل مبلغ كذا واني لين عندي 3 أشهر مهله واقول لك لين انت من خلص المبلغ كذا ونوقع لي ونقول جاهز نحاني لا ينقال المبلغ ياك نبدا مشروع انت من راه هو انا جاب الشيء دون التوقعات هذه فعلا كارثه. الله يعطيك الصحه ان شاء الله، اهلين واهلين مرحبا. المهم العدد راهي 46 لين باركوه وتوفوا ونبتوا بس ما فيه لاني شاركت في مشروع مستقبلي اللي شاركت فيه طلعت للمرحله الاولى وطلعت للمرحله الثانيه واي طريد المقابله اثناء المقابله قال لي من درا كانك المبلغ اللي عندك انت مساهمه به من درا كانك مستعد او تقدر تبدي به من اللحظه تبدئي به مشروعك بينما يلحق الوقت اللي دايم طاق فيه الفضل اللي يتعدي بين المشروع. قلت لهم نوع انه المبلغ اللي مساهمة انا به شخصيا ما هو كافي قاع للكيرة معنى انه ما يقدر يعدل المشروع يقير بعد نتكفلكم بانني ندور نجبر مكان استراتيجي ونجهزو ونمشي من اللحظة اللي هو الماتريال الين نجهزو ونطفر، وحتى لاني لا اللي يقولوا لي وحدين اندفعتي والله اجرتي نو ما اجرت حتى لاني لين دونك كون قط سمعت او انقالنا ان المقابله تقدر تقود دين قصامنا وحدين قعدت وهنيت وحانيت لين خابوا النتائج اثناء المقابله اصلا المشروع اللي عندي وطارحته واضح لي اللي واحد لي فيه واضحين اوراقي طارحتهم واضحين اللي بامكاني، وقعدت مع هذه اللجنه اللي ترق لي معايا المبلغ وترق لي معايا كل 5 وكل 10 اللي يجي رفاش وضاح لهم ذي دين عدل كان 4 ملايين زايد هذا تم يقولوا لي لا انقصي كفتير انقصي جيرة انقصي كذا انقصي كذا إلين توافقنا بعد لنا ليه يعطوني 3 ملايين و84 ألف 3 ملايين و84 ألف فقلت لهم اوكي اعطوني كونترا وقع لي وقالوا لي شوفي عندك 3 أشهر إيفاع ما تخلصي بيمشي يقير بعد 3 أشهر ليه تبدأ تتم تخلصي كل شهر ليه تلحقك 64,140 وهي ليه تم تخلصي، قلت لهم اوكي هذا موافق علي قالوا لي اوكي من ذي اللحظه اللي تمشي تلوجي المكان تديري فيه مشروع وتودي جاهزه ياك لين نعيطوا لك نقودوا تودي بري اللي ريتها قبل الفاو تبدي تشتغل، قلت لهم حدوا لي الوقت اللي تعيطوا لي فيه قالوا لي 15 في الشهر التاسع ندور ان شاء الله يعيط لك البنك ويعطيك المبلغ ويلا تودي جاهزه ياك تبدي، وقلت لهم اوكي في ذيك اللحظه ما مشيت بو مشيت لود المكان يا قار ما درت براسي اذا ندي نكري به اللي المقابله لا يخلق بعدها اقصاء ولا ينقصى وحده، بالتالي احتمال لاني نقول من الناس اللي تنقصى فما ماجل ايش قعدت وحانيت اني خاطت لست النهائيه بعد المقابله واجبرت اسمي طالع فيها لاني لاهي تم اختيار مشروعي لانه لا يتم تمويله، مشيت وتيت لود المقزينات لودت لهم ناس كامله اللي اثريتها قاعد يرقد هون متابع البث كانت شاهد معايا وحاضر عندي شهود يعرفوا لاني مشيت يعني قبلت الامر
بجدية وبحماس وليش طبيعي بهلي أي رجال عنده مشروع يشتغل لي ليش يشتغل لي بجدية وبحماس. مشيت كنت نمشي الليل والنهار والله، لنمشي المغرب نمشي عقب العشاء نمشي نبكر مأصبع نلود البلاصة اللي ندير فيها مشروع. تميت نلود نلود نين بالآخر قبت جبرت مغازنات. ليش جبرت مغازنات؟ راهو ما منطقي نقول لهم المغازنات ندوركم تحكموهم لين يبرسون الناس نعود نجينا، مع اني شرحت لهم ظرفيت اني بشاركه مشروع مستقبلي واني تم اختياري واني لي انطاني مبلغ في التاريخ كذا واني ليش يقدر. ما معناه ان هم يتم حاكمي لي انا مغازيناتهم كانوا عارضينهم للكيره الين 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 منبراس. فقلت اوكي لين بشي نسلف مبلغ نعطي نخلصهم الشهر الاول، والاكيد لان الشهر التاسع يدور 15 في لين منبراس. اذا بعد ما بلصت 15 على الاقل بعد 30 والله بدايه الشهر العاشر ندور نبرص ونخلص الفضل اللي هي سلفت فضل مغازينات ومشيت وخلصتهم وقعدت نحامي المغازينات تم مقفله شهر كامل وهم مقفله ما 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 وايقني ولا صور عن اخبار ما شد لنا قاع اخبار في التمويل. مشيت عقب ذاك وتريت نلود الماتريال تميت نلودين شفت واحده ينقال لهم هنا ناشر عشان الماتريال لصفحته كانت تشغله اصلا معدل اصلا وماتريال يعني تام جاهز جايبته كان خارج وماتريال زين وجديد. فتواصلت معه وقلت له انني عندي مشروع وندور ذا الماتريال انه يخدمني وداهي نشري من عنده وندور. جيت وتقابلت معه اذا جيت اشرحت له قلت له وهي طبعا كانت تدور في وقت ذاك الوقت حقها طبيعي عارضه ماتريال هي بتجبل الفضاء. فقلت له انه حاليا انا ماني مستعد لاني نعطيك الفضاء بهي اللي ما عندي يا غير انا مشاركه في مشروع مستقبلي وان شاء الله وان شاء الله اذا بدايه ذا الشهر اذا ما طلصونا نهايته بعد دور الطلصونا نعطيك فرصتك. هذا اعتقد الشهر العاشر وقالت لي اوكي والله ما في مشكله. قبلت من سجلت لي الماتريال كامل وتوافق انا للفضل اللي نعطيه اللي هي 1,700,000 توافقت معاها عليها لاني دين اعطيها لها مقابل الماتريال وتوافقنا ومشينا. هي ماتريال دارته في دار وتخلصها شهريا كانت معدله فيها صار ولا تشغل وعاد خلص شهريا. اني تعبت من طاعت فتره عيطت لي قالت لي انا ماني مستعده من ماتريال هون تجيها قابله لي نقر دار انا نخلصها وانا ما الدار حتى ما ندخلها بالتالي شوفي طريقه ترفدي عني الماتريال. قلت له اوكي انا ناس ما فاتوا طلصوني اللي قال لي نمشي انا وتشور نكتر نعدلوا بيعه والوقت اللي طرسوني الناس اللي نعطيك فلتك ونقبل ماتريال الشغل. قالت لي اوكي ادرت لي بيعة وحولت ماتريال بعتني ماتريال نحوله حولته ذاك الوقت ودرته في المغازنات وقفلت عليه وعدلت حالته تام استريت مرايات وذا كامل وإدنا قاعدين نحانو الناس اللي إدنا قاعدين نحانو الناس اللي ليه تطرسنا الناس ما طرستنا ولا جبرناش قد تخيلوا معايا من الشهر التاسع للحظة وانا نخلص المغازنات حتى اني ذا الشهر اللي اليوم راعي فيه 23 ما بتعطيت ما بتخلصت فقط المغازنات يتلف انه يوميا نوخر ان شاء الله ولا حاني شوي لا حاني ولا حاني هون. فترت ناس كامله تسالبيه قليل هنا رجاج ما يسالبيه شنو الفضاء كل رجاج نطلع لوحده سلبني شنو الفضاء كذا ينقصوني مشروع مستقبلي سلبني كذا ينقصوني مشروع مستقبلي ادي لي انا ظهري من الدين اللي ما عندي له شيء اذا ما عندي له اي حاله يسوي شنو. فوق ذا كامل من التعب والشقاب والتحاني وحتى لاني كنت قليل نهار ما بغيت حالي ياك نتواصل بها مع الوزير ياك لاني نشرح له ربيت خلاني ما نشرها قبل الاول ما نتكلم عنها لاني كنت نختار نجبر الوزير من قريب ونشرح له ربيتي ياك ايش ياك يطلصني ماني دايره بالي قال لهم لا ينقصوا دايره بالي تو لانه هو حاصلي ما فطلصوا بيطلصوني يعطوني الفضاء من بلاصه. مشيت قليل نهار ما قليل حد ما تواصلت معه ندور نجبر طريقه نتواصل بها مع مع, مع مع الوزير. طلعت منشور ندور رقمي وشاف الوزير وتواصل مع رجاج وقال له يعطيه رقمي واعطاه رقمي ما عرفته. تميت متواصله معه ونمشي شور الوزاره ولا نجبر ولا قبل اعطاني ميعاد لاني يلا نجي نهار الساعه الرابعه شهر بالوزاره والوزاره وحولته وانا ما عندي بذاك خبر. إذا جيت البلد وزارة ما جبرتهم وفترت وانا اللود في تبرق هنا تميت اللود فترت ما جبرتهم اتصل على الرقم ما يرد لي رجاج. بعد لين بتوصلت منين وصلت الدار تلفن لي للشرطي اللي ود معاه وسلم لي وقال لي لان الوزير حناني وكذا قلت له اني انا ما تحولوا وانا ما قالوا لي ان تحولوا لا عندي خبر. قال لي اوكي دوت اتصل لك سكرتيره بعدين تعطيك موعد ما جبرتهم.
من متن الدين اللي إلى ظهرك، من متن المسألة اللي فعلا ما تتحمل التأجيل. والله تمشي شور دار الوزير الليل ونها مرة الأشرقة اللي في الليل ركب التاكسي وقيمت قايسة دار الوزير شور قندهار، وتميت واقفة نكركر الباب القردة يقنوا ما نقدر ندخليني يقول عندي موعد من الوزير، وقال الوزير ما قال يجي وكذا، واتواقفة من كركر. والله لو كانت معي أختي، لو كانت معنا هي اللي جارتني، إلا كنت مقرع لأني مبات قدام الدار لأني ما أصبح يجي بعد لي واخذ إشبارني قدامه بيدي إذا ما ترشي واحتمت إذا شيء فوق طاقتي وأنا ما أنجلوش. سكتت بعد وتميت الله صابرة ولاني باخذ حالية كأنني نجبار الوزير. تميت لي نقال لي الفضل يتوخذ والناس واخذوا ليست فيها الناس اللي تجبر وفيها مولي مبالغ المباق اللي تجبر. مشيت شورم ياك نعرف كان اسمي طلع والمبلغ اللي طالع يني جيت راه هو اسمي طالع وبي لاني جابره مليون و180. تخيلوا مليون و180، مليون و180 ايش معدلها ديالنا بالضبط. المراه ما هي مليون ما هي مليون قاوه 500 في الايام. الدين اللي اذا ظهري ما نعرف ما ياسر. تخيلوا معايا مليون و128 عدلانا بها من هاد ما فاضتها واسمه مليون و700. المقازينات كاريتهم 85000 اوكي شهريا انا نخلص 85000 من شي ما عندي له شي يسوى وشبه كل رقاج نطلع له اياك يسلف لي اياك يسلف لي شي نخلص به. منادمه يوميا نصبرها ونيشم انا يا والله ويلها اللي صبرت والله اللي سامحت والله اللي ما بخلصني حالي يسوى هي شنو يقر فتره. منادمه يسال فيها هي زاد الدين نجاب رمات سمعني بوكالات تنعت لي الناس اللي داينه تسال فيها الفضة دور فضة ماتريال هي كتخلص عنها الدين ما يجابرته. كل مره تتواصل معايا دوني منها حالا كانت تتواصل معايا كل مره ايوه فرح ما طرى شيء ايوه فرح ما شيء ما طرى. ما انا الله قال لي اسوأ مرحله اني طلعت لي قالت لي ايوه الناس ما عيطوا لك ما طرى عليك شيء مثل الناس عيطوا لي قرطوني مليون و180 تخيلوا مليون و180 وهي فضت مليون و700. ضيفوا الى ذاك الاشهر الماضيه اللي كلهم نسلف فيها الفضة ياك نيشو. ضيفوا الى ذاك الفضة اللي سلفت اياك النقل ماتريال. ضيفوا الى ذاك منادم اللي كريت اياك انستالي لي واسمه المرايات ذا كامل خرسوا لي ذا كامل. ضيفوا الى ذاك اللي بدأت المشروع المال اللي نجي كرة. ضيفوا الى ذاك كامل. ضيفوا لي على الاقل فضت 3 أشهر للقدام فضت المجازينات لاني منادم من البداية توافقت مع انه هكذا الدفعة الاولى يقري لين يقصوني الناس لين يكري عندك المجازينات 3 أشهر ولا 4 وانت كل 3 أشهر ولا 4 نشدد معاك العقد. ذا كامل وين هو ذا كامل شي معدل منه مليونين قائلة طاوهم ذاك شي لي عدل منه. حتى لنهم عن دينين وفات المقابلة قالوا لي ذا المبلغ اللي لين اشبر قالوا لي مبدئيا قالوا لي ليت اشبري الى دفقتين الدفعة الاولى ليت اشبري مليونين الدفعه الثانيه نين تفوتي تصرفي ذوك المليونين وديت اجبري قابل المبلغ لا كامل ما اخذ منه شيء. قال لي تجبري مليون و180 وانت انا قاعده واحده راسي انا ضرك ما عندي اللي نوصل حالا في ذي اللحظه ضركت اياها دوني منها قبيل قاطع اني مول المقازينات يدور فوت لا نقول لا صبر عليا في قرفت لي ويلو ليت مصابر عليا لين انت تخيل معايا لانه ذا الاشهر كاملين اللي خلصتوا المقازينات حتى ما قاطت دخلتهم لا مقفله ما قاطت مسيتهم نخلص شيء حتى انا قاعد ماني مشقلتو المقازينات مدير لي مقفه نيني موت الشهر نمشي نطايح كل حد السلام عليكم وحدين ندور ودي نمشي نسلم على ميسنجر ولا على واتساب ما يردوا به اللي يعرفوا لنا تالبته حق الله سلف لي شيء من الفضاء نخلص عن المقازينات اذا ما مشيت تلي يحتمل قال لي اللي رجاج ما يسالف لي مبلغ معين الا اللي نسلم عنده يا خلص المقازينات اللي نسلم عنده يا كان عنده شغل بماتريال يعني شيء فوق طاقتي. وفي الأخير اللي نواجه به انت ليت اجبري 100 مليون و180 ألف إذا صديت أنا من هذا اللي قال هذي قلت له دي مشكلة أنا ضركت 20 عدد قال لي آه لكن احنا ما يعنينا المهم لأن البنك قال إنك ليت اجبري في المبلغ وراني البنك اللي عيطونا بنك سدادة اللي عيطونا وعدوا معنا مقابلة أول شيء قلت له دي المشكلة من قعدتوا عدت معنا المقابلة وشلينا نراجعوا له ولا قالوا لي دين تقص منك شي نهائية قالوا لي لأنه قالوا دي شرحي لنا مشروع وتكلمت لهم عن مشروعي واضحة لي فيه الرؤية وفهمت تكلمت لهم عنه وحتى لأنهم تفاعلوا معي لين مو شوي وقالوا لي دي زين وما شاء الله وانتي قاعدة تبارك الله عليك وياسر باط من الكلام الزين اللي لا شكيت اني داهي نوقف مباشرة
ما ندري أين خلق من عندهم يكون فاتوا دار المبلغ فيدي نهائيا. ما ذكروا لي قصة لأنهم جاي ينقصوا منه خمسة ولا عشرة. أوكي إلين فاتوا إلين فاتوا بعد من التفاؤل كامل وده من ما شاء الله وده زين وتبارك الله عليك وكذا. قلت له ما أنا راكم عندي مشكلة، أنا من الشهر التاسع كاريا ما قضينات وأنا نخلصهم وفي تقباط مثل. قالوا لي ليش عدتي؟ قلت لهم والله نقول لكم به اللي في المقابلة الناس اللي معدني مع المقابلة. قالوا لي لأني لاهي نجبر المبلغ كذا، ولأني في ال 15 شهر التاسع لاهي نجبر منه مليونين كدفاولة، وهذا بذاك لا نجبر الدفعة الثانية. إلا ذا الأساس مشيت وكريت مقازينات، إلا ذا الأساس مشيت وقباط ما سرير طرحته عندي، إلا ذا الأساس بدأت ليش تقل وأنا ركبت يا أتقاعدة ما نكرؤت وقاعدة اللي ضاحي لي مشي لكن اللي رقاج نقلع له المصوج حق الله سلف لي 20,000 حق الله سلف لي 50,000 يا أخي ما تقدر تسلف لي 40,000 اللي نرد عليك شي قاع يا أخوتي ما شي قاع ما أقول والله لا متأكدة لأنكم أنتم اللي في البث كاملين دورتوا تسلبية ذا شي متأكدة أنا بين اللي ما هو أنا حبسي حالهم كان مشروعي مستقبلي أدارك مشروعي حبسي بارك حبسي حالهم ما نحاني يكونوا تو ما لا الناس تو صبارة ما هو كلها يوم يعاد في تاريخ معين والله ما قلت معين الناس دور إنه بالأخير الناس يقول لك ليش بار مليون ومئة ألف معناه ذي فعلا كارثة وفعلا حجم الخسارة كبير. ودين قلت إني أكثر حد تضرر في مشروع مستقبلي فعلا أكثر حد تضرر فيها ما هون ما يعني إذا الناس الأخرى ما تضرت لأنه الناس فعلا تضرت لأنكم كونكم تصدوا إلى الناس وتقولوا لهم إن المبلغ اللي مساهمين به كذا يود كان مساهم بمئتين ألف والله بمئة ألف مسلفة والله محصلة ما يعرفكم من قال لهم شيء جهز بيه بينما عنجوك في واحدين نعرف إنهم يودوا كارين باتيك في واحدين نعرف إنهم يودوا باتشرا وشي ما ترى وبدوا يهيشوا في واحدين عندهم مزارع يودوا مشاو ترى ويحفروا واسمهم بالمن اللي يحرروا بي معنى ندي بي لن خسائر. فم ياسر من الناس كان عندهم ياسر من الأمال وياسر من التوقعات وللأسف ذا كامل جدا التوقعات للأسف لأنه فعلا ما توقعنا لأن الأمر لا يؤدي بالسيب والله لا كانت كان كانت ضيقتي كبيرة حتى في السيد الوزير وفي المنسقين وفي مشروع المستقبلي لأنهم ما هم يخيبون الظن ويدوروا يجوا عند حسن ظن. كنت نعرف لأنه أكيد نظرا للإجراءات ونظرا لياسر من شيء كنت نعرف إنه الفضل دور تتوخر مع بعض هذا الشيء كنت نعرف وكنت مستعدة يقال ما كنت متوقع لأنه لا يؤد لا يتوخر ذي الدرجة لك نمتين حدين قالوا شهر تاسع جيل آشر لهداش لأغناك هو بالمناسبة هو مشروعي مستقبلي الآن 2021 مو 2022 ما احنا ذلك رأينا دخلنا في 2022 المداهرة جاج واحد باتش بار ميتوقية معنا ذي أولا المشكلة. المشكلة الثانية كيف قلت قبيل لأنه كبداية قال لأنه أكبر مبلغ لي يقود مليون خمس ملايين وأقل لي يقود مليون وخمسمية هذا أكبر مبلغ مليون ومئتين مليون وثلاثمية معنا ذي مشكلة فعلا كارثة فعلا كارثة لأن يقود عندنا أمال وتوقعات في شيء تعبنا له وفترنا فيه حتى والله اللي فترنا فيه من البداية من بداية كتابة المشاريع والله اللي تعبنا من بداية البحث عن أشخاص لدراسة المشاريع والله اللي تعبنا وتعبنا معنا وحدين تعبنا معنا الناس اللي أدرت معنا الدراسة للمشاريع تعبنا معنا الناس اللي كانت تفهمنا شي الله نقول وشي الله نعبر تعبنا معنا الناس اللي كنا نشاوروهم في المشروع وش يالله يخلو وش ما يالله يخلو يعني فعلا تعبنا يدين مو شوي والله العظيم إلا مرضنا حق مرضنا به اللي ما همونك وتاكي راقد تعرف المدير بوتي قد يفزركم يساري بك 1500 ما فتخلصتها ما همونك وتنقص من ركض بالسيامة تقود تاكي تعرف لأنك يوصل بك شي فوق المليونين واحد هوك دور فاضتها واحد هوك دور فاضته شي لا حول ولا قوة إلا بالله والله لا مرضنا والله لا تعبنا والله العظيم الكريم
مشاوري قالت عبارة عن مش شغل الوزارة اللي مش شغل الوزارة. التالي اتمرن يجري شور جهة نواكشوط دوري نجبر برباط مت عبد الملكي كانت تساعدني ولي وبشو نجري كل أرض نجري شورها. يعني حياتي قالت بين الجك والتلواد لحد يسلف لي شي من الفضاء، الجك والتلواد لحد يساعدني ولو بشوي ياكل لاني خلص في الوقت اللي المفروض لان الهدف من المشروع لاني نقود ماني بحاجة نسلف من عند حد ولاني بحاجة بنقرب رقاش. الهدف من المشروع لان نقضوا للبقالة، الهدف من المشروع لاني نحقق ذاتي، الهدف من المشروع لاني ما نقود محتاجة نمد ايدي لرقاش يسوى هو منه ما هم وانك تقود تاكل وسالفي كذا من الفضة في الوقت اللي انت لا حول لك ولا قوة، ما عندك شيء، ما شو عندك كل رجعت لا الناس ما فاتوا طلصنا، لا اسمح لي الناس ما فاتوا طلصنا، إلى أنت الناس لي تطلصنا الناس لحقتهم إذا ما وش تري قد ينصبر ولا وش تري قد ينسكت عنه. لا والله العظيم الكريم اللي نجكجك الليل والنهار ندور أي طريقة نجبر أي رجاج يصوه منه يتكلم معي. حتى إن السيد الوزير نفسه مش قال لي مش شافه وقال وقال لي جا قانا يدور يتلفين لك ويدور يتكلم معك بأخبار المشروع. لحد اللحظة جا قانا ما طلع رقمي ولا تكلم معي ولا اجبرته. الوزارة نمشي شهرها الليل والنهار اوكي دوني منها والنام سين والله راك شيء شهر الوزارة ندور لي نجبر الوزير ما اجبرته. يامس مشيت شهر الوزير قال لي خارج نواكشو اوكي روف نواكشو قال لي خارج نواكشو مو لو هون بالتالي ليه تمشيني وقت يرجع كم يتمشى معنى ما لقى في مسألة أخرى. في واحدة من يوم اللي جاوهم دعاوة والله دعاوات لأنهم لا يعدد بهم اجتماع ولا ينطاهم المبالغ اللي نعطات لهم ولا ينطلق المشروع على بركة الله. نحن لهم مالنا، نحن ما عندنا مشاريع، نحن ما تعبنا نحن وتضررنا متأكدة لأن جاك أنا بل مني قاعد في ضاكتيا ما فايت مشكلتي أنا بها اللي والله اللي جكيتني موش وجريتني موش ولا هون رقاش موعلم بها والله الوزير اللي يعرفها. أراني حتى شور ودان جيت شور ودان ومشيت كتبت له رسالة ذاك الوقت افتغط ومشيت هذا مع واحد من صاحبه قال له قولها لأني نعرفها. قلت له يوسف ذا هو الرسالة فيها لأن رجاء سيد الوزير رجاء ضروري نلتقم معاك في أسرع وقت لأن الأمر ما تلا يحتمل التأجيل. هذا كان محتوى الرسالة إلا واتساب من النهار اللي قبلت رقمه وأنا نمشي له مساجات 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 كلهم حتى لأني أدت كبتي ذكرى من جميع الناس اللي كل رجال قط سلفت من عنده 5 ولا 10 أدت كبتي ذكرى وجيت مشيتهم إلى واتساب أدت قلت له ذا اللي خليك كامل ذا اللي قاعد أمرض رديته لي كامل في الواتساب ما رأيت رد لحد اللحظة. أنا تعبت ومرضت وفريما ما أتلت عندي الطاقة للشي به اللي مضيئة 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 لياسري مضيئة لمولات ماتريير اللي ماتريرها ما تروح عندي لولا من الزمن ما قدت تبيع وتستفاد من فضته وداراته ما اللي فضل. تعبت من قدر الناس اللي قافلين مقزيناتهم ومخلينهم لي أنا والله أوكي مو مخلينهم انا راي اني معصور فيا الزيت مخلص اوكي. تعبت من اني جكجك للوزير يوميا لود اي طريقه نقدر نجبر بها يسوى هي شيء. تعبت من اني نمشي شور دار وانت من كركر ينين يوش اني سباعي ندور لي نجبر. تعبت من اني انت من كل عرض نجري شورها اليوم واحده في لا كرسات لا جك مره شور 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 واسمه جيت نواكشو مرة شو ما نعرف شو إلا وينو حد نقد نجبر عنده 5 ولا 10 نجر حالا بلقى عتدي من آدم قاطع أني قبيت قلت له إن شاء الله ولا اسمح لي بين هون ويومين ثلاثة ندور ندبر لك فالتك نعطيها لك فالتو لين ندبر لها من هون ما في رقاج ما يسأل نارك لين نستلفها من عندهم معنان ذب والله لا ما نعرف شو نقول هالملام بهذه لا مجرد التخمام في الموضوع والله اللي مرض ويتعب. أتمنى من الجهات الرسمية لأنهم يحلوا مشكلتي لي ما ندورهم لا يخلصوني ندورهم يراجعوا قرارهم في انقص الفوضى لأن ما عنده معنى ما عنده معنى لأني نقبض مليوني ثلاث أيام مليون و180
ما يخدمني شوي ولا ياسر. بتمنى من الجهات الرسمية لأنها تحاول معاي لأنهم يحلوا مشكلتي بأسرع وقت، بأسرع أسرع 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 وقت. بهلي والله لما كان عندي الوقت، والله اللي انكدت، والله اللي تعبت، والله اللي ما نعرف الحل اللي واقع لي. أسرع وقت نتمنى أنهم يقصون بهلي، والله اللي دارني ودارني لين ما شوي متعبني وجايب عمري. نتمنى من أي رقاج هون تياها خلاص صير بثل إنه يبرتاجي منشوري الأخير اللي درت على صفحتي يا كانوا يوصل الجهات المالية. نتمنى من أي رقاج هون يصنت لي على تواصل مع الوزير، والله مع منسق مشروعي مستقبلي، والله أي رقاج منهم يقول له أنا خالقة واحدة، خالقة واحدة أراهي تعبت ونكدت وقلة وهارها من الدين اللي قادر إنه يحبس الصبح والله نهار الأخر. يطلصني طالبة منكم كاملة لأنكم ما تبخلوا أي حالة، ياك أنكم تساعدوني فعلا الناس يرقصون صراحة. والله اللي كدت وتعبت، والله اللي حق. شكرا على متابعتكم.